السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوج جديد، حدث جديده في القناه. اليوم درت لا فيديو الصراحه، سناني بقات لاصقه فيهم السواك. درت قبيله السواك، كنت كنصور فيديوهات في تيك توك. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم واحد المرحله من حياتنا اللي دازت ماشي صعيبه بزاف، ولكن دازت صعيبه شويه. هي المرحله اللي يلاه انتقلنا فيها لهاد الدار هادي، اللي يلاه رحلنا جينا لهاد الدار هادي. ما كانش عندنا الماء. الاشكال اللي كان هو انه الناس ديال الماء جاوا واحد النهار عيطوا في التليفون، عيطوا ليا. انا كنت في الدار الاخرى، كنا مازال ما رحلناش. عيطوا ليا انا ما يمكنش ليا ندي بلاصه. اول حاجه كانت الساروت عند عديل، ما كانش عندي الساروت. ثاني حاجه ما يمكنش ليا ندي بلاصه، نتوما عارفين عندي سيليا وما كانش الطوموبيل، ما كان حتى شي حاجه. ما يمكنش ليا ندي بلاصه لهنايا ونجيب بوحديتي، ولا ما كاين لا طاكسي لا والو اللي غيجيبني لهنايا. الوغ زعما اعتذرت من السيد، قلت له حتى زعما لا غدا ليه ولا هذا، قطع لي التليفون. ايوا من داك النهار وحنا كنتسناو كنعيطوا ليهم، كيقول لك حتى السيمانه الجايه، الخميس هذا، الخميس اللي موراه، الخميس اللي موراه. جينا هنا سكننا تقريبا 15 يوم بحال هكاك حتى الشهر. المهم ديك الفتره الاولانيه كامله اللي ما كنتش كنشارك معكم، شفتوا في لا فيديو اللي شاركت معكم فاش جات عندي سناء. هذاك الوقت راه ما كانش عندي الماء. منين جات سناء بقينا كنضحكوا كنقولها احنا راه ساكنين في العروبيه. وقيل العروبيه راه انا ما كرهتش نسكن في العروبيه، مع احترام الناس العروبيه انا راه كنحماق على العروبيه. ما كرهتش شي فيرما في شي بلاصه ما يكونوش عندي الجيران، نكون انا غير وشي انا غير انا وشي بقيرات وشي نهيجات وقنيات وصافي. احسن سكنه واحسن امنيتي، امنيتي نسكن في العروبيه. ولكن الفتره اللي دازت علينا حنا عشنا داك مثلا العيشه ديال الباديه، عشناها بواحد ستيل اخر، عشناها بقله المياه. تخيلوا كيجيب عادي لواحد البيدوزه ديال الماء من واحد السقايه، كيخصني هذيك البيدوزه ديال الماء فيهم 30 لتر. هذوك البيدوزه ديال الماء خصني نسير بهم الامور ديال الدار. فاش سيقنا الدار نهار الاول راكم شفتوا ما كانش عندنا الماء. ايوا المهم بقينا على داك الحال، والصابون كنت كنصبن بيدي داكشي اللي محتاجين زعما اللي خاصنا ضروري نصبنو ديال سيليا. حوايجنا حنا بقاو كيتجمعوا 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 كيتجمعوا. النهار اللي جات عندي سناء وصورت لكم، لا دخلتوا القناه لا تشوفوا الفيديو، راه اش غنقول لكم، لا اله الا الله. بقاو كيتجمعوا الحوايج حتى ما بقينا في المري وما نلبسوا. ايوا النهار اللي بدينا فيهم، النهار اللي جا الماء صبن شي 14 الماكينه، واقيلا شي 3 ايام وانا كنصبن ماكينه من مور ماكينه ماكينه من مور ماكينه وما لقيتش حتى فين نشرب. ايوا قلت لكم عشنا هذيك الفتره كامله بحال هكاك، فين ما كنعيطوا على صحابي ما تيقول لك لا ماشي اليوم لا حتى الخميس الجاي لا هذه ما كايناش لا. منين رجعنا عندهم اكتشفنا واحد الحاجه اخرى، قال لك لا حقا دوسي توتر. ملين قالوا لنا دوسي توتر عاوتاني نوض نوض وطيح نوض وطيح، عاوتاني سير عاود الوراق، جيب هذيك بيرمي دابيتي، جيب هادي جيب هادي جيب هادي. عاوتاني صيفط عطيناهم، صايبنا عاوتاني الدوسي من ازيرو عطيناهم. عطيتي الدوسي خصك دهن سيري سير خلاها هذاك، خصك تسنى عاوتاني تسنينا. قال لك نهار فلان فلاني كدا، انا كنتسنى عاوتاني كل مره كنعيط كل مره كنعيط. زعما تكرف في صا ديال بصح. جا السيد نهار اللي حنا ربو، جا السيد زعما باش يركب لنا المكانه ديال الماء، جاب المكانه ديال الماء بعدا التعامل. لا حول ولا قوه الا بالله، اش نقول لكم، لا اله الا الله. وصافي جا السيد جاب باش يركب المكانه ديال الماء، وقع واحد المشكل كبير عاوتاني، كيصايب شي حاجه في البلاصه اللي فيها الماكن ديال الماء، طرطقات شي قادوس ولا شي روبين ولا ماعرفتش داكشي، غرقات الدنيا كامله بالما. تخيلوا الجروب كله من الاول حتى الاخر غرق بالما. الما غادي كيدير فرر بجد بحال داكشي ديال الافلام. تخيلوا الما هاكا يطير في السما، هو الراجل ولا حالته حاله. عادي مشى كيجري جاب لي شي حاجه من عند الدروكري باش قادو داك الامور. عاد هبط ليه انا مسكين ما يلبس، حيت صافي حالته ولات حاله.
ايوا واش نقول لكم، والتكرفيسه الكبيره هي انني ملي كنكون مثلا سالا ليا البيدو ديال الماء وما عنديش، ولا بغيت نصب شي حاجه ديال سيليا، ولا بغيت نطيب شي حاجه وما عنديش المعرض، واحد التكرفيسه ما نقولش لكم. والحمد لله دازت ماشي مشكل، دازت زعما رخيصه بالتعليمه كيف ما كيقولوا. النصيحه اللي نقدر نعطي ولا التجربه ديالي، النصيحه اللي خديت منها والعبره اللي خديت منها، انني عمري ما نسكن زعما في الدار قبل ما تجي المكان هذا الماء صراحه الله. الضو كان عندنا، الضو الماء ما كانش عندنا. تخيلوا واش نقول لكم، راه واحد العيشه ما متخيلوهاش والله العظيم. عرفتوا تتبغي هي هكا الدوش، كتبغي الماء، بزاف د الامور، بزاف د الامور. تخيلوا نتوما عايشين في واحد البلاصه ما فيهاش الماء، وهذاك البيدو الى عمرو ليا عادل راه خاصو يدوز ليا النهار كله. حتى وي ماما داكوغ، حتى كيجي هو في العشيه. صراحه دازت عليا ديال بصح، مازال كون كنت انا بوحدي ما يهمنيش، كون كنت انا بوحدي ما كانش كاع يبقى فيا الحل، ولكن على حسب سيليا مسكينه كتبغي شحال من حاجه. غير سيليا اصلا انا مولفه عندي الماء بزاف، الدور تقول لك نديرو شي تشيت زعما تدوش. لقيت مشكل كبير بالنسبه للماء والله. ايوا منين تفك داك المشكل الحمد لله، وتقاد الماء وتصايبت الامور، عاد بديت كنصبن، عاد وطحتني في مشكل اخر. مشكل اخر اللي هو انني ما لقيتش فين نشر. السطح عالي عليا بزاف، في الكاتريام ايطاج، كاتريام ايطاج يعني عالي عليا بزاف السطح، يعني ما يمكنش انا دارني ظهري، ما يمكنش عادي اللي بقى يطلع لي الحوايج عاود يهبطهم ليا، ما يمكنش. بقيت عاوتاني كنشر في الشراجو الوغ من هادشي كله. ناض السي عادل الحيه عليا، قال لي انت اللي ما كتسمعيش. يا لا المهم من ورا ما جبنا داكشي، انت اللي ما كتسمعيش علاش؟ حيت كنت تناقشت انا وياه على قبل واحد لا ماشين، هي سيشلانج، هي ماشي ماشين الافي، غير فيها غير سيشلانج بوحديتها. ايوا المهم كنت ناقشت انا وياه، قلت له ما عنديش فين نحطها، الا صوبت الكوزينه راه ناخذ غير لا ماشين على في بوحديتها ولا فيسيل، ما ناخذش هذه. قال لي لا والو. منين وقع المشكل، المهم هو تبعني في الاول، قال لي صافي واخا ليه بغيتي، حيت ما بغيتش ما خسرش ليا. منين وقع المشكل ولا فين ما يدور، ولا دابا هاد ليامات البرد كنكون مثلا مصبنه كنشر غير هكا في السراجم، ما عرفتش ترجمها كي ما عنديش فين نشر، صفر له فين ما يدور. تيقول لي هانتي كون كانت عندك الماكينه كون نشفتيهم، كون كانت عندك الماكينه كون ما تنشريش الراجم كاملين، كون كانت عندك الماكينه كون نشفو الحوايج، كون كانت عندك الماكينه ما غاديش بقيت نشري في الشراجم. عرفتي غادي وتينكر، غادي وتينكر، غادي وجاي تينكر، غادي جاي تينكر. صافي واخيرا قررت غنستسلم الامر الواقع لا اله الا الله، وغادي ناخذ هذيك الماكينه. هو خداها يعني صافي. قلت ليه صافي راه استسلمت، غير خذ هذيك الماكينه. ملي جيت نهضر معاه قال لي دابا عاد، قال لي عاد بغيتي انت دابا تاخدي، انا كاع ما بقيت بغيت. قلت له حشومه عليك وصافي، وادي 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 وادي. بقيت كنطلب الراب ونقول له صافي رانا كنت غلطه، وادي 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 وادي. ايوا عاد رغبته عاد هذا. دابا كيف ما شفتوا غير بالنسبه للصالون درنا لابياج لهاد الجهه، ودرنا هذيك سيباراسيون لديك الجهه، مازال ما زدت حتى حاجه في الدار. راكم كتشوفوا حتى الترياس مازال ما ركبناهمش. المهم بزاف د الحوايج باقين. حبسنا كل شيء هاد اليامات ديال راس العام، قلت له انا بعدا حبس تندوزو راس العام نفرحو ونشطو ان شاء الله يا ربي بالخير، ونفرحو بعضياتنا بديكادو هكايا، نفرحو مع بعضياتنا. هاديك الساعه الانسان عاوتاني يبدا، يعني استراحه محارب، يرتاح الانسان واحد شويه عاد تاني يبدا في الامور ديالو اللي خاصها تقاد. ايوا هادشي علاش شغنقول لكم، داكشي علاش كانت سناء فاش كنعرضها مسكينه كتجي عندي ولا شي حاجه، كنا ديما ديليفري ديليفري ديليفري، ولا كنمشيو نتغداو برا، ولا كنتعشاو برا، حيت ما عنديش الماء عن بعدا، باقي كلشي مسدود في الكراطن، ما عنديش كيفاش نحط الماء عن بزاف، وانا ما عنديش البلاكارات. وفي نفس الوقت ما كان عندي المشكل ديال الماء، كيف ما قلت لكم ما كانش عندي الماء. هذا ما كان احبابي، تجربه اللي صعيبه بزاف كما قلت لكم، يعني الانسان ما يسكنش في الدار تيكون فيها الماء ويكون فيها الضوء،
عادي يقول بسم الله. انا ما كانش عندي مشكل في الاول، كنت كنقول صافي ما صافي غير نجي زعما باش نشوف شنو غيتقاد شنو غيتصلح. ساعه خرجوا لي امور اخرين و مصدقش في حاجات اخرين، وهما كذبوا علينا قالوا لنا صافي راه هاد السيمانه تيقناو مصدقنا. جينا بقينا كنتسناو سيمانات هما يا لالا. ايوا هادشي اللي كاين احبابي. دابا كيف ما قلت لكم راه باقي ليا التريسيام، خصو يجوز يصايب ليا هاد الدريات هادو كاملين، وباقي المعلم د الكوزينه بعدا راه قريب الحال توصلنا وتيجي صوب ليا الكوزينه. باقي ليا التريسيام، وباقي ليا شنو اخر بالنسبه لي شومبر، باقا ليا لا شومبر ديال سيليا كومبلي خصها تجي. المعلم راه قرب يساليها خصني نجيبها. بالنسبه للشومبر ديالنا حنا صافي بقات لها غير الدريه، ما غنبدل فيها حتى شي حاجه. حتى بالنسبه للتلفازه ان شاء الله راه قلت حتى ناخذ شي تلفازه تكون كبيره، حيت عندي دابا في الصالون هذيك 58 مقلي ولا ما عرفت 55 والله ما عرفت. بغيت ناخذ عادي الكيحمق قال لك من 66 وانت طالع للفوق. باغي شي حاجه ما كبر، قلت حتى ناخذها عاد باش غنجيب هذيك هنايا لبيت الناس، حيت حنا كنبغيو تلفازه كبيره في بيت الناس، كنتفرجوا في بيت الناس بزاف. وهادي ان شاء الله غادي نديها للطرف اكادير. وديال سيليا راه تبقى ليها غير ديك رقم 32 حيت سيليا باقا صغيره يعني بارك عليها هذيك. وصافي هادشي اللي كاين، هادي راه 43. هادشي اللي كاين احبابي، يعني هادشي هو اللي بغيت نشاركو معكم مشاكل داكشي اللي باقي 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 خصو يتصيب في الدار. كيف ما قلت لكم بالنسبه لي شومبر بقات لي غير لا شومبر ديال سيليا، الدرسين ما بقى عندي ما نزيد فيه صافي تقاد صوب صافي سالينا منو. وبقاو لي الدريات ان شاء الله. عاد ندوز ثاني للصالون، اللي كيعرف شي طابيسي هكا مزوين زعما في نواحي الرباط عافاكم خليو لي نمرتو ولا شي حاجه باش نتواصل معاه، حيت تلفت مشيت شفت بزاف ديال الناس. انا باغا ندير لي كنابي اللي كيكونوا كفخي اللي كيكونوا كيتحلوا، ومشيت شفت بزاف ديال الناس وبزاف ديال الاثمنه، ها اللي كيقول لك 1200 درهم، ها اللي كيقول لي 1300، ها اللي كيقول لي 1400، كل واحد وشنو كيقول. ما عرفتش الصراحه اين واحد اللي زعما غيتقل الخدمه ديال الصالون، وانا بغيت شي حاجه تكون زوينه. هذا ما كان ان شاء الله. الا كنتو عارفين شي طابيسي ولا هكا قولوا لي فين، ولا حطوا لي نمرتو، ولا قولوا لي البلاصه بالضبط نمشي عندو ونشوف ديك الساعه واش تعجبني الخدمه ولا لا، باش غادي نقادو ان شاء الله الصالون حتى هو، وبشويه بشويه ان شاء الله تنقادو الامور كامله. كيف ما قلت لكم دابا مع راس العام السي عادي لنا ان شاء الله كنوجد ليه واحد سوربريز. نتمنى من الله تعجبو، واخا هو ما عندوش مع هاد الحاجات هادو اللي غناخذ ليه، ولكن انا باغا ماشي نفرضهم ليه، ولكن بغيتهم يوليو عزازين عليه. يعني الا خديتهم ليه انا خديت ليه واحد الكميه كبيره غيوليو عزازين عليه. اما هو كنت كناخذ ليه وحده كتبقى حتى كيجي شي حد يديها، كناخذ ليه عاوتاني وحده كتبقى حتى كيجي شي حد يديها، وكناخذهم غاليين. الوغ هاد المره ان شاء الله ناخذ ليه حاجات زوينين وغاليين، وغناخذهم ليه اكثر من وحده واكثر من جوج واكثر من ثلاثه، باش يوليو عزازين عليه ان شاء الله، وغيولي يستفيد منهم ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين احبابي. بالنسبه ليا انا ما عرفتش شنو خدا ليا، بالنسبه ليا خديت لها واحد لي كادو غنشاركهم معكم ان شاء الله. تقدر لا فيديو الجايه تكون ديال لي كادو درس العام ان شاء الله. ايوا هذا ما كان احبابي بالنسبه لا فيديو ديال اليوم. والله ارتحيت كنهضر معكم كنرتاح بحال زعما راه كان خوي قلبي. ايوا هادشي اللي كاين احبابي، تهلاو لي فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. بوسه كبيره لكم، باي.